كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 48 لسنة 2018 بتعيين وكيل مساعد في وزارة المالية، وجاء في المرسوم ما يلي: المادة الأولى تعين السيدة ندى أحمد محمود مصطفى وكيلا مساعدا للخدمات المالية المشتركة في وزارة المالية.